إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون نصيحة وعظة لي ولكم في هذا المقام المبارك في اغتنام ساعات العمر واستخدام أيامنا وليالينا فيما يرضي الله عز وجل فالله أعلم كم بقي من العمر ولئن طالت الأيام أو قصرت فنحن منتقلون إلى الحياة البرزخية فليهيئ كل امرئ منا نفسه فإن الأمر جد وما هي إلا جنة أو نار وما القبر إلا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار وربما يمشي الإنسان بجانب القبور فيمر من جانب حفرة من حفر النار وهو لا يعلم أو من جانب روضة من رياض الجنة وهو لا يعلم وربما كان عن يمينه روضة أو عن يساره حفرة أيها المسلمون قال بعض العلماء إن عمرك خزائن فاجعل في كل خزانة عملا صالحا وتلك الخزائن معشر المسلمين
بعضها يتسع لكلمة سبحان الله، وأخرى تتسع لأستغفر الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لصلاة ركعتين أو لغير ذلك. فاجعل في كل خزانة عملا صالحا، والله عز وجل خلقنا لهذا، وخلق السماوات والأرض لهذا. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبرنا ولينظر من منا يعيش بالعمل الصالح. فافتح عينك على ما فتحتها من سماء أو من أرض أو من جبال أو كواكب أو شمس أو قمر أو سحاب أو كواكب، فإنما خلقت هذه ليعلم الله من منا أحسن عملا. وهو جل وعلا يعلم ذلك، ولكنه يريد أن يخرج ذلك من عالم الغيب، من علم الغيب إلى علم المشاهدة. ويقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالله عز وجل جعل في الأرض من الزينة ما جعل لينظر من يتعامل معها تعاملا صحيحا ومن يتعامل معها عملا سيئا. فمن تعامل مع ما على وجه الأرض بما أمر الله عز وجل فقد أحسن العمل، ومن خالف فقد أساء. نعم، هناك أموال، هناك مأكولات، هناك مشروبات، هناك فتن الشهوات، هناك فتن المناصب، هناك فتن حب الشرف وحب الذات وحب الانتقام وغير ذلك. كل واحد ستنجلي صفحته وسيظهر حاله بتعامله مع هذه الأشياء التي أوجدها الله. فمن كان عمله حسنا فهو موعود بالخير، وعكسه عكسه. أيها المسلمون، لقد أمر الله عز وجل رسله بالعمل الصالح، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ونحن مأمورون بالاقتداء بهم، فالله عز وجل قد أمر نبيه بالاقتداء بمن قبله حين ذكر بضعة عشر نبيا في سورة الأنعام، ثم قال الله لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم أمرنا الله أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن مأمورون بالاقتداء برسول الله جل وعلا، برسول الله صلى الله عليهم أجمعين، مأمورون أن نقتدي بهم فيما أمروا به من الأعمال الصالحة.
أيها المسلمون، لقد وعد الله عز وجل المؤمنين الجنة إذا عملوا الصالحات، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات يبشر الله عز وجل عباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يدخلهم الجنة، ثم يرفع درجاتهم على قدر كثرة أعمالهم الصالحة وعلى قدر حسنها وما فيها من الإخلاص لله جل وعلا وما فيها من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة سببا للنجاة من الخسارة، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا قرار من الله عز وجل مؤكد بالقسم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما لخالقها جل وعلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد أن ينجو من الخسارة فليقدم على هذه الأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من ذكر الخاص بعد العام، لكنه ذكره لأهميته، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد أن يصل خيرهم إلى غيرهم، ثم لا بد أن يصبروا على ما أصابهم من جراء ذلك. أيها المسلمون، إن الأعمال الصالحة سبب الحياة السعيدة والأجر في الآخرة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أراد الحياة الطيبة فعليه بالعمل الصالح. لا يشترط في الحياة الطيبة كثرة الأموال ولا ارتفاع المناصب ولا المكانة الاجتماعية ولا صحة الأبدان، إنما يشترط فيها الإيمان والعمل الصالح. من أجل أن يصل إلى السعادة في الدنيا الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الأصحاء والمرضى، الممكنون في الدنيا والضعفاء الذين ليسوا من الطبقات الرفيعة في الناس، إلى غير ذلك. لتكون الحياة السعيدة قمة يصل إليها جميع المسلمين يتسلقونها من جميع الجهات بالأعمال الصالحة، لن يصل أرباب الأموال إلى الحياة السعيدة إن لم يكن عندهم عمل صالح. لن يصل إلى الحياة السعيدة من ارتفعت مناصبهم أو قويت أبدانهم ما لم يكن عندهم الإيمان والعمل الصالح مهما بذلوا. ألا ترون أن منهم من ينتحر
في وسط ماله وفي مكانته ورفعته، ربما شرب السم وانتحر، وربما كانت الأموال عذابا على أهلها. قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. انتبه لقوله بها، أي أن أموالهم وأولادهم تصبح آلة التعذيب، آلة التعذيب، إذ هم يظنون أنها آلة الراحة. كلا، فالوسيلة إلى الراحة هي الأعمال الصالحة، ولو كان الإنسان ليس عنده سوى قوت يومه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا. فمن كان عنده 1000 ثوب ما سيلبس إلا واحدة، ومن كان عنده القصور الكثيرة ما سيسكن إلا في غرفة، من كان عنده 100 سيارات ما سيركب إلا واحدة. فهل سمعتم أحدا أكل أكثر من ملء بطنه، أو لبس أكثر مما يستر بدنه، أو سكن في أكثر مما يظله، أو ركب أكثر مما يقله؟ كلا، فاستوى الناس بعد قوت اليوم، استوى الناس كلهم، ما هناك فرق. الذي عنده قوت يومه والذي عنده قوت 100 عام لا فرق بينهم، ما سيأكلون إلا ما يمشي تلك الوجبة التي هو فيها، والأخرى على الله، الله أعلم من يدركها. أيها الناس، لا شك أن النفوس المؤمنة تحب الأعمال الصالحة، لكن لا بد من مجاهدة النفس. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنفوس يثقل عليها فعل الصالحات، فلهذا لا بد أن تعود النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ففي البداية تجد النفوس مشقة في الأعمال الصالحة، ولكن كلما عودتها تعودت. ولئن كنت اليوم تجعل ربع ساعة في عمل صالح، غدا أنت قادر على نصف ساعة، وربما وجدت الضجر عند نصف الساعة، في اليوم الثالث ما ستضجر إلا على ساعة، كأنك تفكفك الحديد، ثم بعد ذلك كأنك تعيش مع الأعمال الصالحة في حدائق غناء فيها أنواع الزهور والثمار والأنهار تأخذ كل راحتك. سوف تجد بعد المواصلة في الأعمال الصالحة أنك تمل الجلوس مع الأصدقاء، لقد استأنست بربك جل وعلا، استأنست بعبادته. إذا أخذ لسانك في ذكر الله جل وعلا لا تريد أن تسكت. هذا مع التعود والاستمرار. يا معشر المسلمين، الأعمال الصالحة كافية لملء فراغك كله. أي فراغ لديك؟ كم من الأوقات تذهب سدى، تضيع هنا وهناك فيما لا يعود عليك بالنفع، وربما عاد على بعض الناس بالضرر. فمثل تلاوة القرآن من أفضل الأعمال الصالحة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأنت مأجور سواء كنت تاليا أو مستمعا للقرآن الكريم.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء فبلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع. الأعمال الصالحة كتلاوة القرآن وذكر الله وصلاة النافلة في الضحى في الليل بين الظهر والعصر، النوافل التي قبل الصلوات وبعدها التي بعد الوضوء إلى غير ذلك، وكصيام النوافل والحج والعمرة والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وهلم جرا. فالأعمال الصالحة أمامك مفتوحة، وكلما أكثرت من الأعمال الصالحة انفتحت لك أبواب أخرى من الأعمال الصالحة. إن كثرة الأعمال الصالحة تضيق على الشيطان، تضيق على الشيطان أن يجرك إلى معصية الله، لأنك سرت محميا وسرت محفوظا بحفظ الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فستكون محفوظا بحفظ الله إذا حفظت الله في أوامره وحفظت الله في نواهيه، حفظت الله في أوامره بفعل ما أمرك وفي نواهيه بترك ما نهاك، وهكذا في الإكثار من الأعمال الصالحة، فإنك تصبح مستحقا للإكرام، أن يكرمك الله بإبعاد شياطين الإنس والجن عنك. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ما أحسن هذا التصوير للمؤمن مع الأعمال الصالحة والفتن، كأن قلب المؤمن في تقاطع ما، والفتن آتية من جهة والأعمال الصالحة آتية من جهة، فمن سبق سيطر على ذلك العبد وعلى قلبه. إن سبقت الفتن حالت بينه وبين الأعمال الصالحة إلا أن يشاء الله، وإن سبقت الأعمال الصالحة حالت بينه وبين الفتن. فلهذا قال: بادروا بالأعمال فتنا، وفتنا مفعول به لبادروا، أي سابقوا الفتن واسبقوها إلى القلوب بالأعمال الصالحة، فلا تأتي الفتن إلا وقد
أصبح على قلب المؤمن سياج من الأعمال الصالحة فلا تصل إليه الفتن. ما عنده من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وذكر لله، ما عنده من فعل الواجبات التي بادر إليها قبل النوافل، ما عنده من صيانة نفسه عن معصية الله، جعل الفتن حين تصل لا تستطيع الوصول إليه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي أنتم مهددون بفتن عظيمة كقطع الليل، ليست قطعة واحدة، المظلم، وتعلمون أنها تمر أيام أو تمر ليال تشتد الظلمة فيها، حتى لو رفعت كفك لا تراه أو لا تكاد من شدة الظلمة. فلهذا يجعل الله عز وجل حياتك نورا بالأعمال الصالحة، ينور الله قلبك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ليس المراد بالنور نور الشمس والقمر نور الشمس والقمر والمصابيح، فهذا النور يستضيء به المسلم وغير المسلم، ولكن هذا نور في قلوب المؤمنين يقدرون به أن يميزوا بين الحق والباطل. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والمراد بتقوى الله طاعة الله وترك معصيته، وكلما كثرت الطاعات والأعمال الصالحة كان ذلك دليلا على تعمقك في تقوى الله عز وجل، وكان ذلك سببا لكثرة النور في قلبك، وكان ذلك سببا لقدرتك على التفريق بين الحق والباطل. يا أيها الناس، إن الأعمال الصالحة تجلو مرآة القلوب. نعم، إذا كان الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، ترى فيه النجوم بلا امتراء، ترى فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم. فمرآة القلوب تصقل بالأعمال الصالحة. اغتنم حياتك يا عبد الله، الفتن كثيرة والعمر قصير، والأعمال الصالحة بها تدخل الجنة وبها ترقى في درجاتها، الأعمال الصالحة بها تصان في الحياة الدنيا عن الشر، سيذهب عنك الشر الذي يأتي من قبل العينين والأذنين واليدين واللسان والرجلين والقلب والبطن والفرج. بالأعمال الصالحة ستذهب عنك الفتن الفكرية التي حيرت عقول الألباء، ولكن بإذن الله لا يخفى على المتقي ولا يخفى على من يعيش مع الأعمال الصالحة، لا يخفى عليه الحق من الباطل. وقد قرأت لكم الآية في الخطبة الأولى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله. أي فتنة فكرية، أي فتن في المجتمع فجلاؤها بطاعة الله،
ستعرف أن هذا الطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستعرف أن الطريق الآخر ليس طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما جعل الله في قلبك من النور والهداية. يا معشر المسلمين، كل ما ترى من ضعف في المسلمين، وكل ما ترى من تفرق، وكل ما ترى من كل شر في المجتمع، سببه البعد عن طاعة الله، سببه البعد عن طاعة الله. والناس يصيحون أعداء الإسلام ارتفعوا، الأعداء الإسلام، أعداء الإسلام فعلوا هذه معاصي. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من سيء إلى حسن حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يغير ما بقوم من حسن إلى سيء حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير ما في النفوس هو الذي غير المجتمعات، هو الذي أضعف المسلمين، هو السبب في نزول الذل على المسلمين. والآن المسلمون يستمعون إلى هذه المستجدات العصرية، وما أسموه صفقة القرن، هي صفعة القرن، صفقة لهم وصفعة لنا. والسبب في ذلك التزحزح عن طاعة الله في أوساط المسلمين. كم من معاصي التهديد عليها بلعنة الله وبغضب الله ثم لا نريد عقوبة، يفعلها الملايين من المسلمين، لعنات تنزل في أوساط المسلمين بأعمال سيئة عملوها، وغضب من الله في أعمال أخرى يرتكبها الملايين، ثم لا نريد أن تنزل علينا العقوبات. صفقة القرن، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، القدس لأتباع الرسل فقط، ونحن المسلمون أتباع الرسل، أما اليهود والنصارى فهم كافرون بجميع الأنبياء. فمن لم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر بكل رسول، ولو ادعى اتباعه، ولو ادعى اتباعه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. نعم، فهذا كل نبي مأمور أن يتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أدركه. فالذي يدعي أنه تابع لرسول ثم لا يؤمن به فإنه كاذب في اتباع نبيه، وهو كافر في بجميع الرسل. فالقدس بناه أنبياء الله وصلى فيه أنبياء الله، فهو لأتباع أنبياء الله، ليس للمشركين ولا لليهود ولا للنصارى. ولكن الضعف الذي وصل إليه المسلمون أوصلهم إلى هذا الحد، ولا رجوع للمسلمين إلى عزهم ونصرهم إلا برجوعهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الناس يستسهلون المعصية ويظنون أن عزهم ونصرهم بالدعايات وبالإعلانات أو بالشجب والتنديد. يا إخوة، النظر إلى عواقب المعاصي لا يفقهه إلا أهل العلم. أذكر لكم معصية يستسهلها الناس وعواقبها كبيرة، لو ذكرتها لأناس يستغربون: تسوية الصف، سبب من أسباب الفرقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله
بين وجوهكم. ليس المراد يخالف بين وجوهكم، واحد تأتي عينه من الخلف، واحد يرجع أنفه فوق، واحد ترجع أذنه أمام، لا، ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين اتجاهاتكم، هذا يذهب هنا وهذا هناك إلى غيره، هذه عقوبة على معصية لا ينتبه لها كثير من الناس، فكيف بعقوبات الربا، كيف بعقوبات الزنا، كيف بعقوبات الخمر، كيف بعقوبات عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغش والكذب وغير ذلك من المعاصي التي انتشرت في أوساط المجتمع. فلهذا الذل الذي جرى للمسلمين بسبب معاصيهم فلا يرتفع إلا بالتوبة إلى الله عز وجل، لا نرمي معاصينا على حكامنا ولا حكامنا يقولون الشعوب فاسدة، جميعنا مشاركون فيما حصل في الإسلام والمسلمين من الذل بما جرى منا من معاص وآثام، فهل من توبة صادقة؟ لا تنتظر حتى يتوب الناس، تب أنت، أنت لبنة في جدار المجتمع، تب أنت وأصلح نفسك، وكل واحد يسعى في صلاح نفسه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين أحياء وأمواتا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.